طبعا هذا نرى أين إغلاق السيتينجز. فإذا هذا هو إغلاق السيتينجز، نضع كوما الآن ونكتب شيء جديد اسمه ستايلز. فأعزائي الآن نحن في قاعدة جديدة من ثيم جيسون اسمها ستايلز. فمرة أخرى الستايلز أين تأتي بعد السيتينجز، يعني تتأكدون السيتينجز تم إغلاقها وثم الستايل. فبموضوع الستايلز هنا ربما أنت تتساءل تقول طيب ما هذا الستايلز وما هذه السيتينجز. الشيء الذي أريدك أن تفهمه الآن أن بيئة السيتينجز من اسمها إعدادات، نحن نحدد الأشياء التي نريد تفعيلها أو عدم تفعيلها في الموقع. فأغلب الأشياء في السيتينجز ستجدونها قيمتها true أو false، أغلبها هل تريد تفعيلها أم لا. لاحظ أيضا بالإضافة للكالرز الافتراضية، لكن بشكل عام أنت تضيف كل ما هو افتراضي بالسيتينجز أو تحدد أفعل true لا أفعل false. بستايلز لا يكون ذلك، أنت للتو قمت بتفعيل الأشياء بالسيتينجز، الآن بالستايلز نريد أن نعطي الأشياء قيمة معينة، قيمة محددة. ففي السيتينجز أعزائي في الستايلز يوجد شيء اسمه، يمكن أن نحدد مثلا العناصر الرئيسية ما هي، ما هي ألوانها. فمثلا بالنسبة لهذه العناصر اسمها elements، فهنا بالإليمنتس يمكن أن نكتب مثلا أنا الزر مثلا ما هي الستايل الذي أريد أن أضيفه له. فمثلا بالنسبة للزر مثلا أريد إضافة color له، هذا الكلر هنالك text color وهنالك background color. التكست color مثلا أريده red مثلا، والباكground color أريده مثلا green. فإذا كيف سيبدو ذلك؟ دعونا نراه ثم نقوم به عرض. فمثلا الآن إذا قمت أنا بتحرير المقالة، سأمسح هذا وسأمسح هذا، وهنا سأضيف مثلا زر أو زر ها وأزرار نفسها زر. يمكن أن أضيف زر، لاحظوا مجرد أنني أضفته أصبح لون الزر بالأحمر بالأخضر واللون بالكتابة بالأحمر. فإذا قمت أنا طبعا أنا أعطي هذه الألوان حتى تظهر، حتى ترى أن فعلا التغيير حدث. فإذا لاحظوا هذا هو الزر. طيب ما هو الكود المكتوب هنا؟ بكل بساطة بداخل الستايلز يمكن أن أحدد ستايل مباشر لعنصر ما، ليس فقط أن أفعل أم عدم أم أقوم بإلغاء التفعيل، لا، الموضوع الآن هو أني أعطي ستايل مباشرة. فيمكن مثلا أن أقوم بتحديد هذا العنصر من خلال الإليمنتس. فإذا هنالك إليمنتس موجودة لدينا، ومن هذه الإليمنتس لاحظوا هذه إليمنتس وبداخلها يوجد لدينا إليمنت الزر. إذا أردت تغيير اللون فبي ووردبريس لدينا الآن لدينا لون النص، لدينا لون الرابط، ولدينا لون الخلفية. وهذا الشيء رأيناه أين؟ إذا أعرف إذا كان محدد هنا، نعم ها هو. فإذا لدينا لون النص هذا اسمه text وهذا لون الخلفية. في حالة أن نحن أضفنا هنا فقرة هكذا وكتبت فيها جيد، فمثلا أضفت مثلا هنا رابط مثلا هكذا جيد. فالآن بالنسبة لهذه الفقرة لاحظوا لدينا لون النص ها هو، وأيضا لدينا لون الخلفية، وأيضا سيكون لدينا لون الرابط. إذا قمنا نحن بتفعيل مثل هذه الأمور سيظهر لنا لون الرابط هنا، وبالتالي يمكننا أن نقوم بتغيير ثلاثة ألوان بالنسبة لووردبريس: Text, Background واللينك. ربما تسألون تقولون طيب ما هي الإليمنتس التي موجودة بووردبريس التي يمكن أن نقوم بتخصيصها من خلال الستايلز؟ فإذن الإليمنتس هي لدينا هنا الزر، لاحظوا هذا هو الزر، أيضا لدينا اللينك، اللينك مثلا هنا هذا اللينك جيد. مرة أخرى يمكن أن نضيف له كلر معين. فإذن أنا أريد لون هذا اللينك مثلا مثلا ما هي الألوان؟ بلو مثلا، لا لونه الافتراضي بلو، فربما براون أو بينك مثلا لون آخر. طيب أيضا من الأشياء الموجودة لاحظوا أنا أتأكد أرى مثلا هذا هو اللينك ينتهي هنا، فبعده يمكن أن أضيف شيء من الإليمنتس بداخل الإليمنتس مثلا الـ H1، الـ H1 يعني الهيدنج.
نفس الشيء الهيدن، يمكن أن أغير الكلر أغير الكلر له وأجعل التكست كلر مثلا، دعونا نعطيه اللون جرين مثلا. فإذا الآن مجرد أن أقوم هنا بالتحديث، لاحظوا ظهر هذا، هذا H1 ظهر بالأخضر. طبعا من الإليمنتس أيضا هي كما يمكنكم توقع H2، فإذا لدينا H2 هنا، إذا يمكن أن أضع اللون مثلا، ما هي الألوان، ما الأشياء، براون مثلا، جيد. وأيضا طبعا لا أنسى أن أضيف الكوما هنا وأيضا الكوما هنا، وأيضا لدينا H3 ولدينا أيضا H3 H4 وحتى H6، فإذا سأضيف هنا هكذا، واللون هذا مثلا سأضيفه أن يكون أورانج مثلا، جيد. فإذا الآن لو قمت بالتجريب بهذا الشكل، فمثلا أضفت هنا هنا بعد الفقرة، فإذا add after، وأضفت مثلا heading عنوان وجعلته H2 وكتبت هكذا، جيد. وأيضا قمت بإضافة عنوان آخر وجعلته H6 كما لاحظوا صغير جدا هكذا وتحديد. فإذا الآن لاحظوا التغييرات، لاحظوا هذا لونه، هذا تقريبا أورنج وهذا تقريبا براون كما أنا وضعته. الهيدنج بشكل عام يمكن أن يكون له أيضا ستايل هيدنج بالإليمنتس بهذا الشكل. فإذا هنا يمكن أن نكتب هيدنج ونعطيها الكلر بشكل عام، أنا أريد الهيدنج بلو. فإذا الآن لو أنا أضفت هنا مثلا هذه كررتها، فإذا تكرار، وأضفت مثلا هنا H3 أو H4، هذه H4 أصبحت، فإذا تحديث، لاحظوا ظهرت بالأزرق. طبعا ربما تقول لماذا لم تظهر التغييرات هنا؟ لأن يجب أن أحدث حتى تظهر التغييرات، فإذا أي تغيير يجب أن يتم تحديث كل الصفحة. فإذا هذه أعزائي الأمور الرئيسية التي فعليا يتم تغييرها. طبعا لاحظوا أنا وضعت اللينك بأي لون، نتذكر وضعناه أعتقد باللون البينك ربما، نعم بالبينك، لاحظوا ظهر اللينك هنا في البينك بهذا الشكل هنا. طيب إذا أنا قمت مثلا هذه الفقرة كلها جعلت اللون، يعني قمت بإلغاء اللون، فسيظهر هنا اللون الزهري، يعني تحديد سيظهر بهذا الشكل. فإذا هنا تعلمنا شيء جديد في هذه الفقرة، وهو الستايلز الإليمنت، يعني إليمنت رئيسية موجودة بووردبريس يمكن أن أقوم بستايل لها. هذه الإليمنت ليست إليمنت يعني كل الإليمنت موجودة في العالم، هي محددة، والأساس منها البطن، اللينك، والH1 لH6، جيد؟ في المستقبل سيضيف ووردبريس أمور أخرى يمكن أن نضيفها، لكن هذه الأساسيات يعني، واضح؟ طيب الشيء الذي أريد أن أقوله لكم أعزائي هو أن ليس فقط أن يمكنك مثلا هنا أن تغير اللون، ليست قصتنا كلها مع اللون، يمكن أن نغير مثلا أشياء أخرى. فمثلا هنا بالزر مثلا يمكن أنا أن أغير مثلا سمك الخط. فمثلا هنا أنا قمت، هذا هو الزر الكلر، ها هو أنا أريد إضافة له خاصية أخرى خاصة بالتايبوغرافي. تايبوغرافي نحن درسناها بوقت سابق، لاحظوا ها هي التايبوغرافي بداخل السيتنجز، فأنا فعلت فيها مثلا الفونت ويت، ها هو يمكن أن أستخدم الفونت ويت، فيمكن أن أكتب هنا تايبوغرافي منها الفونت ويت أريده مثلا أن يكون 900، عريض جدا. فإذا الآن بهذا الزر سيصبح عريض جدا، لنرى، لاحظوا أصبح نوعا ما عريض جدا. طيب يعني كل شيء تقريبا يمكن أنا أن أغيره. فمثلا حتى مثلا الفونت سايز، يعني ربما أقول هنا أني أريد من التايبوغرافي أريد تغيير الفونت سايز مثلا أن يكون مثلا 63 بيكسل، فلاحظوا كبر الخط، جيد، هذا هو المقصود. أشياء أخرى يمكن أن أضيفها، مثلا هذا البوردر يمكن أن أغير البوردر، وبكل بساطة يمكن أن أكتب هنا هكذا، عفوا أضيف خاصية جديدة بوردر للزر، أنا بداخل الزر فالخاصية هي للزر، وهنا أضيف مثلا الويت، مثلا أريد البوردر يكون مثلا دعونا نقول مثلا 2 ريم مثلا، ونريد مثلا الستايل له أن يكون سوليد،
جيد. ونريد أيضا مثلا الراديوس يعني نصف القطر يكون مثلا 4 بكسل، فكيف سيكون الآن النتيجة في التحديد؟ لاحظوا هذا هو الراديوس ظهر أمامنا ونصف القطر تغير. طبعا هذه الستايلات التي أنا أضيفها بtheme.json هذه الستايلات عامة جدا ومطبقة في كل مكان. يعني هذا الزر الذي أنا أضفته بهذا الشكل، لو أنا أضفت زر آخر مثلا دعني أحدد وأضفت زر آخر أيضا سيضيف نفس القصة. جيد، فإذا دعني أضيف زر آخر، سأضيف زر أدنى فإذا add after وسأضيف أزرار. لاحظوا مجرد أنني أضفت زر آخر سيكون نفس القصة. فإذا هذا الموضوع عام، هذه الستايلات عامة، فقد تقول لي ما الفائدة؟ يعني أنا لا أريد الزر أن يكون هكذا في كل مكان، يمكن أن أغير ذلك. يعني يمكن بكل بساطة أن أقوم بتحديد هذا الزر وأغير، مثلا أنا أريد نصف القطر مثلا 50 بكسل، لاحظوا غيرته. أريد مثلا الخلفية تكون مثلا هذا اللون، جيد، أريد النص يكون مثلا لونه أبيض،